السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة شيوات أم محمد. إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم واحد الطاجين ديال الحوت على الطريقة ديالي وديكشي اللي مولفة كنديرو. وعندي هنايا ندوزو المقادير على بركة الله، وما تنساونيش الله يجازيكم بخير باللايك والاشتراك فضلا وعلى الساء أمرا. وبطبيعة الحال إلا عجبكم الفيديو، عندي هنا واحد جوج حبات ديال الحوت هنايا في الرباط كيقولو البواجو في الناظور كنقولوا ليه باسوغو. هذا هو، انا جبتو من فقي من عند مول الحوت وغسلته مزيان وصافي. غادي نوري لكم كيفاش غادي ندير ليه، واش غادي نرافقو معاه الخضر. عندي هنا واحد الكميه ديال البطاطا قطعتها على هذا الشكل هكا، واحد الكميه ديال الخيزو، واحد جوج فلات حارين، الثومه واحد جوج دروس ديال الثومه. وعندي هنا العطريه، عندي هنا العطريه، عندي التحميره بابريكا يعني التحميره، الفلفله الحلوه، الخرقوم، شويه ديال سكنجبير، الكمون، شويه ديال الابزار، الملح على حسب الذوق. وهنا كذلك داكشي اللي عندي ليه باش ندير التشرميله للحوت، وهذا عندي شويه الخرقوم، التحميره، الكمون، الابزار، الثومه، الربع. وعندي الحامض بطبيعه الحال انا عصاو هنايا، وعندي شويه الربع هنايا الخضره، عندي الزيتون، الزيتون على هذا الشكل هذا ما فيهش العظم، وشويه الحامض واحد نص حامض قطعته ضواور، والزيت ندير غير واحد نص كاس ديال الزيت. بسم الله. عندي هذا الحامض اللي صوتو معكم تبارك الله ما شاء الله، ما غاديش نديرو هو لكن غادي ندير الماء ديالو، جا معسل بحال العسل، ها انتم كتشوفوا بحال العسل. نجيب شي معلقه، المهم انا نوري لكم جا تبارك الله ما شاء الله. راه درتو في القناه، اللي بغى يشوف الطريقه يرجع يقلب عليه، راه موجود. هو اللي غادي ندير الحوت، شتي كيجا انتم جا بحال العسل معسل ما شاء الله. ها هو شتي كيجا، جا بحال العسل سبحان الله. ها هو درتو، غير اللي بغى الطريقه يرجع لي يشوف، غير الماء الحامض ما درت لا الماء لا حتى شي حاجه. ها هو طلق البنة ديالو صافي، واحد نص كاس ديال الماء، واحد شويه ديال الماء بحال هكا. وغادي نجيب الحوته ديالي، غادي نجيب الحوته ديالي، غادي ندير ليها هكا باش تدخل فيها داك العطريه بحال هكا. ديجا كلشي كيعرف هادشي، غير بغيت نشوف الربح ديالنا. زلقاتهم يدي بحال هكا بحال هكا بحال هكا، باش دخل معاها داك العطريه وداك داكشي كلو بحال هكا صافي. غادي نهزها ليا هادي، وعندي البصله، عندي مطيشة دواور، عندي واحد ربعة الحبات، هاهي وعندي جوج بصلات درتهم دواور بحال هكايا. والبصلة غادي نخويها دابا نيت في الطاجين، وغادي ندوز بسم الله نخلط هادشي كلو باش ندخلو في الحوت بحال هكا. نزيد نعصر غير شي شويه، ما هي داك الماء ديال الحامض المصيه راه هو حتى هو راه حامض، والملحه ما قلت لكمش الملحه ما درتش لحقاش داكشي اللي داك لاصوص ديال هذه ديال الحامض المصير راه مالح بزاف، ما درتش الملحه هنايا صافي. وغادي نجيب الحوت وندخلو هنايا، ندخل الشرميلة ديالو هنايا، الشرميلة ديال الحوت كلشي كيعرفها، كاينش اللي مكيعرفهاش. نجيب هادي بحال بحال، بالنسبة للكمية كل واحد يدير داكشي اللي عنده على حسب الأفراد العائلة، أنا هادشي كافي يعني. طبيعة الحال نقيتو من الشوك، نسيت نقي مزيان من الشوك صافي.
نغسل يديا ونرجع لكم. السنير هذه نجيب، غادي نجيب الخضره ديالي حتى هي، ثم عطريه نحطهم هنايا، نقرب عندي الطاجين، نقرب عندي الطاجين هنا. نفرش البطاطا هنايا، نقرب ليكم، نفرش البطاطا، نفرش البصله الاول، ندير الزيت، ندير مطيشه، عاد الخضره الاخرى. بسم الله، الزيت ما نكثروش غير شويه، مطيشه باش ما يتلصقش لينا و باش يجي زويون هكا. صافي، دابا صافي فرش دابا ودرت العطريه الخضره ديالي بحال هكا والقزبر وداك الشيء. غادي نستفها هنايا، غنستفها هنا كامله، نصبق مخيزو باش يشد اللي كيشد الطياب بحال هكا، كيجي زوين وصحي، والحوت اصلا راه صحي كما درنا ليه، راه زوين درنا في الفران، زوين درنا غير ما يتقلاش. حتى الا بغيتو تقليوه ما تكثروش الزيت، باش هادشي اللي كيتقلى دابا راه تيضر الصحه بحال هكا. الخضره اللي بغيتو ديروها، ولكن انا هادشي اللي كيعجبني في الحوت، البطاطا وشويه الخيزو والزيتون، هادشي اللي كيعجبني. صافي، غادي نجيب الحوت بحال هكا، بسم الله بحال هكا، هادي غادي نخلي فيها شويه د الماء، وغادي نشل داك العطريه اللي فيها وداك الربيع كله بحال هكا، منكبوش على الحوت، نجيوها غير للطراف هكايا، وما نكثروش الماء، مطيشه كتلق الماء، البصله كتلق الماء، نديرو غير كاس ديال الماء فقط، كاس، نجيب مطيشه بحال هكا، فليفلات، كيبقاو اختياريا الفله حاره، الحامض ضروري الحامض، هذا مصير مع الزيتون، غنديرو صافي وغنحطو يطيح وغنتلاقى معكم. ها هو كيجا انتما كتشوفو، والفله حاره هي هذه، بقاو معايا ما تمشيو فين. صافي البنات، بالنسبه لهذا الماء ندير انا غير هذا القياس هذا، بركه باقي كلشي غادي يطلق الماء باش ما يجيناش عاوتاني فيه المرقة بزاف وتبقى تفيض، حقاش الطاجين كيفيض. غادي نسد عليه ونجيب هذه المعلقه هذه كالعاده، نديروها من هنا صافي، وغنتلاقاو، بقاو معايا. صافي البنات، الطاجين ديالي هو وجد، راه طافي عليه، كنخلي غير نخليه يبرد شويه ونحطو، هو النتيجه ديالو هو هذا. كنتمنى تعجبكم ودعمونا بلي لايك والاشتراك، فضلا ولي سامران،